هاني الياس لاغا، 35 عام، حامل لشهادة ماجستير في الإعلامية وتقنية الاتصال، مترشح على قائمة النهضة بترتيب عدد 6 في بلدية المسعدين. احنا نحب نغيروا بلديتنا، وش نحب نغير بلديتي، باش نخدموا أكثر على الشفافية وعلى العلاقة مع المواطن، تقريب الخدمات أكثر للمواطن. نحاولوا كيفاش نسهلوا بطريقة ذكية ياسر وبطريقة مستيسرة باعتماد على تقنية الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، باش نحاولوا ندخلوا البلدية وخدمات البلدية الوسط العائلة متاعنا، باش تكون قريبة منا أكثر ما يمكن باعتمادا على التكنولوجيا اللي قلنا عليها وعلى تقنية الاتصال، باش نحاولوا لو ماكسيموم نبروفيتيو من خدمات البلدية، وتكون أكثر شفافة وأكثر متابعة لمطالبنا ولا للخدمات اللي مطالب المواطن باش ياخذها من البلدية بطريقة علمية وبطريقة حديثة. وهذا غايتنا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ومع المجموعة الكل.